فلاش سبور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. البدايه بالالعاب البارالمبيه باريس 2024 تاهل للدوره النهائيه. البطل البارالمبي وليد كتيله بعد تحقيق المركز الثاني في التصفيه الثانيه من سباق 100 متر كراسي تي 34 بتوقيت 15 ثانيه 9 اجزاء بالمئه. ان شاء الله اليوم الموعد مع الدور النهائي وان شاء الله الميداليه الذهبيه تكون من نصيب وليد كتيله. كذلك تأهل البطل ياسين الغربي للدور النهائي بعد تواجده في المركز الثالث في التصفية الأولى لسباق 400 متر كراسي تي 54 بتوقيت 46 ثانية 23 جزء بالمئة. كذلك كان مفروض أنه البارح يتلعب النهائي بالنسبة لسباق البارا ترياتلون اللي كان مفروض أنه يتلعب البارح، لكن بسبب نزول كميات كبيرة من الأمطار وتلوث نهر السان اليوم الموعد مع نهائي البارا ترياتلون من المشاركة التونسية البطل التونسي فتحي زوينخي. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لأبطالنا. في المقابل لم يتمكن البطل البارالمبي محمد نزال خليفي من بلوغ الدور النهائي بعد تواجده في المركز الخامس في التصفية الثانية لسباق 400 متر كراسي تي 53 بتوقيت 52 ثانية 1 جزء بالمئة. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لأبطالنا في الألعاب البارالمبية باريس 2024. إلى كرة القدم، المنتخب الوطني التونسي انطلق البارح في التحضيرات استعدادا للجولة الأولى والثانية من تصفية المؤهلة لكأن المغرب 2025. المباراة الأولى يوم الخميس القادم 8 متاع الليل في ملعب حمد العقربي برادس مواجهة ضد منتخب مدغشقر، والمباراة الثانية مباراة الجولة الثانية يوم 8 سبتمبر الجاري في مدينة الجديدة بالمغرب ضد منتخب غامبيا. بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في الزوز مقابلات ضد مدغشقر كما قلنا وكذلك ضد غامبيا. البارح كان الموعد مع الحصة التدريبية الأولى في ملعب حمد العقربي برادس. حصة شهدت التدريبات مشاركة 14 لاعب: أمان الله ميميش، علي جمل، بشير بن سعيد، ياسين مرياح، رائد بوشنيبة، حسين بن علي، حمزة الخضراوي، أيثم الجويني، سيف الدين الجزيري، منصر الطالبي، حمزة رفيع، عيسى العيدون، الفرجاني ساسي، و يوسف المساكني. يان فاليري خضع لتدريبات في مقر الإقامة، واليوم الموعد مع الحصة التدريبية الثانية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. حصة تدريبية مجدور في ملعب الشاد لزويتن مع الستة متاع العشية قبل هذا الموعد، مع حوارات وأخذ التصريحات والصور للاعبين وكذلك للإطار الفني بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. بالحظ والتوفيق إذن بالنسبة للمنتخب التونسي ضد مدغشقر وكذلك ضد غامبيا. بطولة الرابطة المحترفة الأولى، البارح كان الموعد مع الدفعة الثانية من مقابلة الجولة الأولى لمرحلة الذهاب في ملعب الشاذلي زويتن. شبيبة العمران فاز القوافل الرياضية بقفزة هدفين مقابل هدف. أهداف شبيبة العمران سجلها كل من ياسين الميزوني تيقة الخامسة وياسين صالحي في تيقة الثامنة، في المقابل أنور الجويني ذلل القوافل في تيقة 27. للتاريخ أول مباراة للجي اس او في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، انتصار ثمين يحكي عليه المدرب لطفي القادري. المباراة كنت خايف منها لخاطر أبنائي 90% أول موسم في الرابطة المحترفة الأولى، ونقصهم الخبرة بتاع الرابطة المحترفة الأولى، دونك خدمنا مليح المونتال، خدمنا مليح أنه نفوزوا بالمباراة الأولى مهما كان المنافس، أون بلوس في ملعبنا مع جماهيرنا، دونك ثلاثة نقاط مهمة جدا باش تخلينا نخدموا بطقس الأريحية. شفت أنت بعد ما سجلنا زوج أهداف عملنا بداية موفقة، ضغطنا عالية على قوافل القفص، حطيناه في سيتواسيون صعيبة كبداية. ثلاثة نقاط مهمة جدا تخلي الشبيبة تكون أكثر أريحية ونخدم أكثر، عنا وقت شغل. ستبقى في التاريخ مباراة البارح لجماهير شبيبة العمران في أول موسم لهذا الفريق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. المدير الرياضي للشبيبة لشبيبة العمران عبد السلام بحوش يتحدث عن أول مباراة في الرابطة الأولى. تاريخي قيد، التاريخ قيد اليوم اللي بعد 81 عام وأول مرة في تاريخ شبيبة العمران في الرابطة المحترفة الأولى وأول مباراة في أول موسم. انتصرنا هدفين مقابل هدف وكانت النتيجة نجم تكون الحقيقة على 90 دقيقة ضد القوافل كنا نجم نربحوا 4-5. الوليدات معناها بتاعنا ما تعرفش ضد على الرابطة المحترفة الأولى باش كل واحد ياخذ حقه، لكن قاعدين يخدموا كما قلت لك ضيعنا 3 ولا 4 أهداف
لكن ديما عنا طموحاتنا وعنا السياسة متاعنا وعنا معناها خدمتنا نحاولوا باش في المستقبل معناها نزيدوا نخدموا أكثر ونزيدوا معناها باش نطبقوا أكثر باش معناها نتعداو المرحلة ذي. وديما نقول لك راه فما تقاليد في الكرة احنا شبيبة العمران أول عام عنا نحاولوا باش نعملوا معناها باركور به والهدف متاعنا كما تعرف الناس الكل اللي هو لتفادي النزول هذه حقيقة يلزم الناس الكل تعرفها. في جربة ميدونة تعادل 1-1 بين الترجي الرياضي الجرجيسي والملعب التونسي. البداية كانت للترجي الرياضي الجرجيسي عن طريق حسام حسن رمضان في الدقيقة 10 والصادق الديدا عدل الملعب التونسي في الدقيقة 85. في ملعب 15 اكتوبر بنزرتي تعادل 0-0 بين النادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري. وفي ملعب جابس التعادل 2-2 في مباراة كبيرة للأمانة بين مستقبل جابس والسي اس اس 2-2 التعادل. البداية كانت لمستقبل جابس عن طريق وائل الفرجاني تيقى الثالثة ثم عدل للسي اس اس عمر بن علي تيقى 83 ثم تراوري أضاف الثاني للسي اس اس في تيقى 88 ثم اسلام تاج في تيقى 90-5 كان عدل لمستقبل جابس. مباراة كبيرة البارح لفريق مستقبل جابس العقد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى أمام السي اس اس. عبد المجيد الجيلان الدين مدرب مستقبل جابس كان تحدث عن هذه المباراة. احترامي للسي اس اس لفريق كبير وفريق عريق، لكن اليوم مستقبل جابس كان أقل حاجة كان ياخذ 3 بوان بلاش، لكن مازال تبعنا خدمة، مازال تبعنا برشا خدمة سيرتو أونيفو اوفنسيف، لكن حتى الورقه الحمراء بعثرت لنا الاوراق لان كنا محكمين في المباراه سير لو بلان تاكتيك، كنا احنا الاحسن سير لو بلان تاكتيك، كانت كنا كندافع اون بلوك مي كنا الاكثر فرص، راه مشينا للراس راس قدام المرمى بريسك تقريبا 3 فوا مي الله غالب نحب نحيي جمهور مستقبل جابس، نحب نحيي الهيئه اللاعبين ولادي اللي ميريت باش يديروا 3 بوان. احكام الكره زوز يعني 2-2 نتمنى ان شاء الله مستقبل يعني جابس خير في المباريات وحد موفق للسياسي. كان هذا مدرب مستقبل جابس في المقابله البرتغالي مدرب السي اس اس الكسندر سانتوس كان حكى ايضا بعد هذه المباراه على اداء فريقه. Ça a été très difficile, même pendant 10-15 minutes avec moi, un joueur. Nous avons fait un grand match, même la première partie, je crois qu'ici, avec un terrain difficile, avec l'équipe adversaire qui a première frappe de but et a marqué. Avec toutes les difficultés, parce qu'il a une ambiance incroyable d'appuyer à l'autre équipe, à l'équipe de domicile. Et nous avons fait une première partie où manque de possibilités de but. Et la deuxième partie, nous avons fait un grand match, une grande personnalité. À mi-temps, j'ai dit à Vestiaire qu'on a besoin de croire beaucoup de notre façon de travailler. Et c'est les choses qu'ils ont fait. Je suis fier de l'équipe, mais je ne suis content avec les résultats parce qu'on a... كان هذا مدرب السي اس اس كان حكى على صعوبة المباراة وكذلك تحدث على أنه مستقبل جابس كان منافس عنيد وكان تحدث أيضا على أرضية الملعب كان أرضية صعبة لعبنا فيها اليوم في ملعب جابس. بالنسبة للمقابلات السابقة تعرفوها النتائج، الترجي فاز الاتحاد تطاوين 3-0، الأولمبي الباجي فاز على نجم الساحل 2-0، تعادل 2-2 بين اتحاد بن قردان ونادي الإفريقي، ونجم المتلوي فاز على مستقبل سليمان هدفين مقابل 0. كنكملوا فلاش سبور متابعة طيب الجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.